اهلا واضح، انا رانيا ملاح. كل حاجة. والله أنا من النوع الملولة جدا، يعني أنا من الشخصيات كل يوم لما بصحى أبص لنفسي في المراية إيه ده، لا 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 مش عاجباني النهاردة خالص. لازم نغير حاجة، لون شعرتنا، مش عارف، لا عندي مشكلة في الموضوع ده. أنا كنت في الطفولة يعني لعبتي المفضلة هي الألعاب الباربي. أنا كنت بنوتة قوي، يعني كنت ألعاب البنات يعني اللي هي لعب وباربي والحاجات دي. في مخاوف كتير طبعا، بس أكبر مخاوفي إن أنا أعيش وحيدة كتير، أو إن أنا لا قدر الله أفقد حد غالي عليا. دي أكتر حاجة بتخوفني. أول مرة شفت اسمي على تترات السينما وأنا في السينما كان شعور حلو جدا. كان فيلم الغواص لعمرو منيب الله يرحمه، كانت أول مرة في حياتي أمثل سينما، وأول مرة أقرأ اسمي كده على نازل على التتر، كان إحساس حلو قوي. الحاجة اللي بحبها في نفسي ومش عايزاها تتغير إن أنا قلبي طيب، ما بحبش يعني احيانا بتعصب من الموضوع ده، بس طيبتي برضو مش عايزاها تتغير يعني بسبب الناس يضطروني ان انا اتغير، فاتمنى ان انا ما اتغيرش. بس والله كذبه بيضه، يعني ببقى مضطره، بس اكيد طبعا كذبت بصراحه.